Yeah.
سير ورا شتك هذه قاعد حداك نقعد عيط لي يلاه ما نعيط زيد النوبه على الاخر I'm not afraid.
الرين هاي القبيلة الزينة اللي هي زاوية تجوسة وهي اللانة وهي المجمع مجمع عديد الفنانة الماهرين بداها مرحبا بكم سهلا ومرحبا بكم وسبقة وراني خدام انا قلنا عاد لك انت يا ما خلقت شمس ولا قمر ولا نجوم لا إله إلا الله
دراري الشداده الله يجزي ايو الشداده ردوا البال راه لاطاك راه 120 باش ماشي راه 120 باش ماشي راه مات له الشوار هذو صعيبه عباد الله كتبرجوا هما كاتبين هذه راه 4 في 4 باش ان شاء الله والله الا كتبتها عباد الله شوف يعني 4 في 4
هادي وين؟ هادي وين قدامي؟ مرحبا بالسلطة كاملة، مرحبا بالهول، مرحبا بكم، مرحبا مرحبا. شكرا لمجموعة مداحة جهة بليلي ودرور ثلة من الفنانين والفنانات أبو إلى أن يشاركوكم هذه الليلة في مدح خير الأنام، مدح محمد صلى الله عليه وسلم بزاوية آسة. مرحبا بالسيد عامل إقليم سزاك والوفد المرافق له وجمهور مدينة آس سزاك في هذه الفعاليات الفنية والثقافية والدينية. الليلة معكم ليلة الإنشاد والمديح التي كانت ضاربة في تاريخ القبائل الصحراوية بالمملكة العزيزة، وها هي اليوم قبائل أيدوسة حاضرة في إقليم سزاك حتى هي بدورها تمدح نبيها محمد صلى الله عليه وسلم مع ثلة من الفنانين والفنانات، مجموعة من المداحين والمداحات بجهة جريلي ودنون. نشكرهم جزيل الشكر على مشاركتك في هذه الليلة المديحية المتميزة، وصلاة غنائية وأمداح ندوية تشارككم فيها هذه المجموعات من أجل إحياء ذكرى عيد المولود الشريف، ذكرى عيد أفضل الأنام محمد صلوا عليه أزكى وأفضل السلام. غازلتها فتبسمت فرم الفؤاد يبغي وصال يبغي وصالا لا يريد سواها. هلا عرفتم من تكون حبيبتي ومن التي لبس الفؤاد رداها؟ تلك الصلاة على النبي وآله، صلوا لتوقوا في الجنان صداها. ماذا أصدر في ثنائك سيدي غير الصلاة مع السلام الصرمدي؟ قلبي وأشعاري وأفكاري حكت أن بغير محمد لن أقتدي. الشوق حركني بغير تردد والشعر أبحر في غرام محمدي. فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمدي. شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره لف الهموم ولهتدي. وحبيبنا أوصى فهيا رددوا يا رب صلي على الحبيب محمد. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاتهم غنائية رفقة مجموعتنا الليلة تستمر وإياكم مع هذه المجموعة المتميزة في مدح النبي من جهة الهيئين وأدرون من الجهات العزيزة على قلوبنا في المملكة المغربية الشريفة. طابت أوقاتكم مع هذه الثورة المديحية، وشكرا وألف مرحبا في جمهوركم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I'm not gonna lie.
شكرا.
Yeah.
بدني يا عم النور على التراب يجاوب ابنك الله الياقي قالوا يا رسول الله جات حالي بي سعدي يمدت مزونة سنة يجاوب أنه حيدين قري قالوا وجد يعني هوفا يسمى ورفد غوشت طبول يا الله وصلنا ورفد غوشت رأيت طبول الطبول عسل اصبر شوي طبول جات حالي بي سعدي يمدت مزونة سنة يجاوب أنه حيدين قري قالوا وجد يعني هوفا يسمى ورفد غوشت خلاهم كالرمادة يواب جهل الكافر الوتيسي وعقب عاقب جهد النامي وعقب عاقب جهد النامي يوزي الملك معيني يوزي السكون حراق يوزي السكون حراق يذي كلف عطيه مجزو يمت النبي المصطفى راسك فوق وسقف سو راسك فوق وسقف سو I'm
الشعبية نشكر مجموعة مداحة جهة قليمي مودرون على هذه الأمداح النبوية الشريفة المتميزة التي نالت إعجاب الجمهور الحاضر معنا بتصفيقاته الحارة أيضا. لازلنا وإياكم مع هذه الوصلات المديحية الفنية وعلى شاكلة أحمد شوقي في مديحياته: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشرى. ويقول الشاعر الحسني أيضا في مديحياته: بسم الله على شكر الرسول، ليطرب الأخلاق ويشرح، واللي غيره كامل فضول، ما نلفت فيه ولا نطرح. نواصل وإياكم هذه الأمداح النبوية وهذا السمر الليلي، فلنترك الكلمة للفنانة والمداحة مداحة جهاد قليم وادرون. نشكر أيضا، لا تفوتنا فرصة إلا أن نشكر مجموعة فنية مديحية قدمت إلينا لتحيي معنا هذه الليلة المتميزة، فرقة من جهة العيون السقية الحمراء وهي فرقة الويلة، نصفق عليها بحرارة. كما نشكر الفنان المتميز المداح جبريل من دولة موريتانيا الشقيقة، فنصفق له أيضا بحرارة. ونشكر جزيل الشكر، نشكر جزيل الشكر أيضا المديرية الجهوية للثقافة بجهة قليم ودنون على دعمها لنا في هذه الفعاليات، فعاليات موسم زاوية آسى الدينية، وفي هذه الليالي ليالي الذكر والإنشاد في مديح خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. فلتتفضل المجموعة مشكورة. صوتك يا بصوتك لتقبل،
I'm gonna make it.
والمرسالي ليلاك وصاي فقدا من هو سجيد الكون محمد ابن عبد الله الرسول صلى الله عليه إذن الآن مع مشاركة للفنانة ملوحة من جهة العيون الساقية الحمراء فتتفضل مشكورة في مديحيتها المتميزة أيضا. ألو لا إلا ما شرفتني اللي قاعدة وسطكم على مولانا ولا ألو أنا فرحانة عني قاعدة فاس ضيق عند ساعة العامل وذو الوجوه الزينة قاعدة معاه حد بلاستيك هو صاحبه ما يمشي معهم حد بلاستيك حد بلاستيك اسمعي الله